احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن بدايات الإصحاح الأول من رسالة يعقوب، واتكلمنا عن موضوع التجربة والإنسان بيجرب من كل اتجاه، فالتجربة هنا موجودة للكل. في حد منها مستثني؟ لا، ما فيش ولا واحد مستثني من التجربة. فاحنا اتكلمنا عن التجربة ليه؟ ليه التجربة؟ ولمين التجربة؟ واتكلمنا كمان التجربة بتعمل ايه في الإنسان؟ واتكلمنا كمان هل ممكن الإنسان يتحمل التجربة ولا لا؟ لكن النهاردة هنتكلم باستفاضة حبة ازاي اتحمل هذه التجربة. بقى كلنا بنتحمل، بس في واحد بيتحمل التجربة، واحد تاني بيقل جدا، وفي واحد بيحبط وحاسس ان الدنيا مش هتكمل معاه، وفي ناس كتير مش بتتحمل التجربة، بس الحمد لله مش مننا، عقلهم بيخف. الكلام ده اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت بصورة كبيرة جدا، وانا سمعت تعليقات من بعض الناس اللي موجودة اني جموا واتكلموا معايا وقالوا لي ان الموضوع دوت فعلا استفدنا منه كتير. ونقدر نتحمل، هنقدر نتحمل مهما كانت التجربة. أشكر كل من كان لي تعليق واستفاد، لكن هنا هيبتدي يتكلم ويقول علمينا إن امتحان إيمانكم ينشئ صبر، وإما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. وإنما إن كان أحد دعوزه أو حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعين، فسيعطى له. يجي بعد كده ويكمل في اللي بعديها، ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تغبطه الريح وتدفعه، فلا يظن ذلك الإنسان إنه ينال شيئا من عند الرب. رجل ذو رأيين، إيه؟ هو متقلقل في جميع أعماله. نرجع من الأول، عالمين إن امتحان إيمانكم ينشئ إيه؟ صبرا. القديس يعقوب يقول إحنا عالمين، عارفين، عندنا معرفة قوية إن لما هتكون في محل امتحان هيكون عندك صبر، أنت هتناله، هتاخده. يبقى أول وسيلة لاحتمال الألم واحتمال أي تجربة ما هو الصبر. أنت هتنول صبر، هتاخد صبر. وهنا بيتكلم عن الصبر ويقول وإما الصبر يعمل فينا ثلاث حاجات. أول حاجة بيخليني تام، تاني حاجة بيخليني كامل، تالت حاجة بيخليني كامل برضو
هو قال هنا غير ايه ناقصين باسلوب تالت. فاول نقطه وهي اني احتمل الصبر. لما احتمل بصبر الصبر دوت يعمل فيا حاجات كتير قوي. ان انا بوصل لنقطه معينه. ايه هي النقطه المعينه دي؟ اللي هي فوق طاقتي، فوق طاقتي. ده بالنسبه ليا دي فوق ايه؟ فوق طاقتي. لكن بالنسبه لربنا مش فوق طاقتي. ليه يا رب؟ اصلا انا عارفه كويس لو انت مش هتقدر تتحمل هذه التجربه انا مش هديها لك. انت لسه عندك اول الاحتمال، لسه هتكمل. يا رب ده انا مش قادر. لا انا عارفه كويس، انا عارفه اكتر ما انت عارف نفسك. انت بتبص للالم والتجربه بتاعتك من زاويه محدوده، انك انت عايز تتفك. لكن انا مش عايز افكك دلوقتي. طب ليه يا رب؟ ده انت بتحبني، فكني بقى من الالم ده، من التجربه الصعبه دي. قال لي في وقته اعمل ايه؟ اسرع به. ليها توقيت معين، لكن مع هذا التوقيت تكون اكتسبت حاجات كتير. اكتسبت انك انت قدرت توصل لنقطة الاحتمال، فقدرت تصبر فترة طويلة، وهي دي اللي انا عايزها، انك تاخد وقت ومساحة من الصبر جواك علشان تقدر تتقوى على اي الم ممكن يجيلك فيما بعد. هو لسه في الم تاني؟ هي الدنيا كده، هي الدنيا دي كده. طول ما انت قاعد في الدنيا دي انت بتقابل تجارب وبتقابل الام غير عاديه وكتير. لكن انا بكبرك كل شويه، انت مع هذا الالم انت بتكبر نقطه بنقطه بنقطه بنقطه، سلمه بسلمه بسلمه، انت بتوصل لهدف معين انا عايزه. ايه هو الهدف ده يا رب؟ انك تكون كبرت على الالم والتجربه، تكون كبرت. ولما تكون كبرت على الالم والتجربه تقدر تقف مع غيرك وتقويه في الالم والايه والتجربه. ليه؟ لانك قدرت تحتمل. هتنقل خبراتك لاي حد متالم. ليه؟ لإذا كبرت. يبقى الهدف من التجربة إيه؟ إن أنا أكبرك. أنت بتوصل لمرحلة معينة بتعزي فيها نفسك وبتعزي فيها الآخرين. أنا هدفي من التجربة إنك لما تحتملها كويس تكتسب نقطة جديدة. إيه هي يا رب؟ تكون كامل. كامل يعني مرحلة كبيرة من النمو. أصل ما فيش كامل غير مين؟ غير الله. أنا عايزك توصل لمرحلة كبيرة، عاوزك تتلمع أكتر. أتلمع؟ عايزه تبقى عيار. هو اعلى عيار كده؟ في اعلى من كده؟ هو عايزني في عيار اكتر من كده. عليا شوائب كتير، عليا نقط عايزه تتشال، عيوب عايزه تتشال. طب انا اعمل فيك ايه بقى علشان أكبرك كده وأخليك يعني في مرحلة عميقة من الصقل، أدخلك جوه النور.
ايه هي النار دي؟ اللي هي التجربه والالم. هدخلك جوه التجربه وجوه الالم، وتدخل جوه التجربه وانت بتصوت، تدخل جوه التجربه وانت تعبان جدا ومش قادر وبتقول اه. لكن تقع حته من الحاجات اللي فيك عايزه تتعالج مع السخونه بتاعت التجربه، بتاعت السخونه بتاعت النار، تقع حته منك. بص ربنا كده يقول بس انا قدرت الم حبه اهو، وقعت منه حاجه، اتصنفر سنه، كمل النار، يكمل النار ويكمل التجربه لغايه ما تيجي تقف. انت بقيت جوه النار وقادر تحتمل. تحتمل الايه؟ تحتمل النار. انت كنت الاول، اول ما دخلت كنت بتقول اه، لكن لما زاد النار قوي وابتدى الثقل فيك يبان، بقيت تقدر تتحمل. تطلع من قلب التجربه انت عيار كامل 24. دي النقطه الثانيه، مين اللي يعمل فيا ده؟ صبر. الصبر هو اللي يخليني اقدر اتلمع واتثقل، ويخليني في مرحله قويه جدا من التمسك بالقوة اللي باقية فيا من التجربة. النقطة الثالثة اللي هو غير ناقصين في ايه؟ في شك. الصبر يخليك غير ناقص في حاجة، يعني توصل للمستوى المطلوب إثباته. ده مين اللي يعمله؟ برضو الصبر. يبقى أصبح أني لما أدخل الألم أو أدخل التجربة، أول وسيلة أن أنا أقدر أحتمل هذه التجربة أن أنا أكون إيه؟ إنسان صابر، أصبر. مين اللي قدر يصبر للنهاية؟ أيوه. أرأيتم عاقبة الصابرين؟ أيوب طلع من التجربة دي إيه؟ عيار كام؟ عيار 24. فكل تجربة بتمر فيها مهمة قوي إنك أنت تطلع عيار 24. وحط في حسبانك إن كل تجربة هتعد عليك وألم هيعد عليك مش هيفضل مستمر، لأنه هيجي في يوم من الأيام وينتهي. مع كل ألم، مع كل تجربة، أقول مع صاحب الترنيمة هتعدي، هتعدي، هتعدي الجبال اللي واقفة ضدي، هتعدي. مفيش حاجة هتفضل مستمرة. لكن علشان تكون إنسان صابر، دي عايزة واحد مش عادي، عايزة واحد يكون ليه علاقة بربنا، مش مجرد ان اطبطب على واحد واقول له اصبر يا اخي خلاص يعني مش قادر. لا، حتى لو طبطبت من هنا لبكرة مفيش فايدة، مفيش فايدة مع انسان ملهوش علاقة بالله. اكتر ناس خسرانين في التجربة وفي الألم هم الناس اللي بعيدة عن ربنا. وإحنا اتكلمنا على أنواع الألم والتجربة كتير، تجربة من داخل البيت، تجربة من خارج البيت، تجربة من العمل، تجربة مرض. المهم أتخطى كل ده إزاي؟ بالصبر. أتخطى كل ده إزاي؟ بالصبر. أقدر أقول الكلام دوت لحسن وحسين؟ ما اقدرش اقول له كده.
لكن اقدر اقول ده لعبد المسيح، اقدر اقول له واقدر ما اقولوش. اقدر اقول له امتى؟ لما يكون لي علاقه بالله، لكن ما لهوش علاقه بالله انا لو اتكلمت من هنا لبكره زيه زي حسن وحسين. ليه؟ لانه ما لهوش علاقه بالله، تعبان. لذا تلاقي الشخصيات اللي ملهاش علاقه بالله وما قدرتش تصبر اثناء الموت تبقى خايفه مرعوبه جدا، لكن الشخص اللي ليه علاقه بالله الموت بالنسبه له مش ايه، مش مشكله، ده انطلاقه تانية، انطلاقه جديده للسماء. لكن كمان من الحاجات المهمة جدا اني علشان احتمل التجربة، نقطة رقم 5، وان كان احد تعوزه ايه حكمة يعمل ايه، فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا ايه يعير. مهمة أوي الحكمة. أثناء التجربة والألم لابد من أن يكون عندك حكمة، ما يكونش عندك تهور. أثناء التجربة أحياناً كتير بنتهور، ولما بنتهور بنخسر حاجات كتير، لكن مع الحكمة تخليك تقدر تكسب حاجات كتير. مين هو الحكيم؟ هو اللي يعرف الشيء الايه المناسب في الوقت المناسب وبالطريقه الايه المناسبه. ده الشخص اللي عنده ايه حكمه. لكن في ناس مع الالم والتجربه ما بتقدرش تتصرف غير بالتهور. التهور اللي بيه من بين ايديه بتتسرب كل ايامه من الالم والتجربه اللي عليه. ليه؟ لانه هو ما قدرش يتصرف بالايه بالحكمة في الوقت المناسب، ما قدرش يتصرف. منين أجيب الحكمة؟ منين أجيب الحكمة؟ معايا؟ منين أجيب الحكمة؟ هل كلنا بنتصرف بحكمة من ربنا؟ لا لا خالص، مش كلنا بنتصرف بحكمة من عند ربنا، لكن كلنا مختلفين عن بعض. في واحد بياخد الحكمة بتاعته من العالم، العالم هو اللي بيحركه، العالم هو اللي ايه بيحركه، زي حواء مثلا. حواء ايه اللي حركها؟ الحريفة. جت لعبت في ودانها، المانع، المانع انك تقعد قاعده مش هي، هيجري لك ايه يعني؟ فانا باخد الحق. هو صحيح انا هخسر ايه؟ ولا حاجه، دي حكمه العالم، انا مش هخسر. المانع مثلا انك تقعد في قاعده بنجيب فيها سيره الناس ونتكلم كتير، المال يعني انت ما انت بتتكلم بتقول الحقيقه، وانت جبت حاجه من عندك يعني، او ظلمت الناس دي. العالم اقنعك انك انت ايه، انت ثابت في محلك، انت رجل حكيم وبتتصرف بحكمه، لكن العالم والمنطق بيقول انك انت هتدخل جوه التجربه والالم مش هغرقك حاجه. مين قال كده؟
أنا هدخل جوه التجربة والألم هتضرر. مين فينا ما تضررش؟ كلنا تضررنا. أصبح إن النهاردة لما صوت العالم يتكلم أرفض صوت العالم، لما الحية تتكلم أرفض صوت الحية. يعني مثلا ما مسكتش في يوم من الأيام سجارة في إيدي، لكن لما جيت دخلت الجيش جم وابتدوا الأصحاب يتلموا، شفت احنا قاعدين متضايقين ازاي وقرفانين من الظروف بتاعتنا ازاي، انت بتفك نفسك ازاي؟ ما تاخد سجارة، فك عن نفسك، فك عن نفسك. قلت لهم يعني السجارة هي اللي هتخليني افك عن نفسي؟ بالعكس، ده السجارة هي اللي هتمسك فيا، مش انا اللي هفك ايه عن نفسي. منطق، منطق ناس هي بتفكر كده وبتجذبني لكده عشان اتضر معاها، ده المنطق. طب خد بس هي واحدة بس، هي شمة واحدة بس، وبعد كده هتلاقي نفسك فايق وكل حاجة. جرب هي التجربة هيجرى ايه؟ وهذا المنطق، ده الحوار المتبادل ما بين حية. ما بين الحية وبين حواء، ده المنطق، حوار، حوار بيتم بين الاثنين، وبالتالي هما الاثنين بيتحاوروا، وده بيسمع وده بتتكلم ودي بتتكلم وده بيسمع، لكن الحوار مستمر. لكن مين الخسران في النهاية؟ أنا. ليه؟ لأن أنا ما عنديش حكمة، أنا ما عنديش حكمة. الحكمة تجيبها منين؟ اجيبها برضو من الناس اللي حواليا. اجيب الحكمه من الناس الكبار اللي بيسمعوا، ممكن يكونوا حكماء فيدوني الحكمه، لكن الحقيقه بتقول ان مش كل الحكماء عندهم ايه؟ عندهم حكمه. هنيجي مثلا زي ابن سليمان، ابن سليمان اسمه رحبعان، يعني خد من ابوه كتير، لما تقعد مع ابوك كتير تاخد منه كتير، فهو قعد مع سليمان، وسليمان مشهور بالايه؟ بالحكم. يعني يا رحبعان خدت الحكمه من ابوك، او على الاقل اتعلمت البدائيات بتاعت الحكمه من ابوك. طيب ليه لما جيت تاخد المشورة ازاي اتعامل مع الناس؟ لما مسكت المنصب بعد ابويا اتعامل مع الناس ازاي؟ طيب مش عندك حكمة، هتتعامل مع الناس ازاي انت لسه بتسأل؟ طب روح لابوك واسأله، ابويا مات، اسال مين؟ اروح اسال الشيوخ اللي كانوا بيقعدوا مع ابويا. ماشي يا رحبعان، بس انت اكتر واحد قعدت معاه مع ابوك اكتر من الشيوخ، فالمفروض يكون عندك حكمه. لكن رحبعان خلاص قرر انا اروح اخذ الحكمه من الشيوخ، راح للشيوخ خد رايهم. طب ما انا اروح بقى للجيل الجديد الصغير اللي على قد ده واخد برضه حكمه منهم، يمكن الاقي مشوره منهم. هو المشوره تاخدها والحكمه تاخدها من اللي قدك، عمرك ما هتاخد منهم اي حاجه، بل هم اللي هينزلوك لتحت. وراح بعام راح واخد المشوره بتاعت اصحابه الشباب. قالوا له بص انت عشان تتعامل مع الناس احنا هننصحك، روح قول للناس لما تسألك هتعاملنا ازاي، قول لهم انا صباعي الصغير اتخن من دراع ابويا،
ثقة. واحد صغير أدخل من دراع إيه؟ دراع أبويا. يعني أنا إيه؟ يعني أنا قوي، هحكمكم، أنا هأدبكم. وعمل كده راح بعام. اللي جناه راح بعام من ورا الموضوع، خسر كل حاجة، خسر المملكة وضاعت المملكة منه. كل ده ليه؟ عشان ما عندوش حكمة. الحكمة اللي بيتكلم هنا عنها يعقوب هي الحكمة السماوية. الحكمة اللي بيتكلم عنها يعقوب هي دي اللي قال عنها في الإصحاح رقم 3 اللي احنا هناخده لسه، ان دي الحكمة التي من فوق، التي من فوق. دي من فوق، دي الحكمة اللي انا اخدها. يعني الحكمة اللي هي من فوق اللي اخدها لابد انها تظهر وصية الله ليا جوايا. لما هاخد الحكمة من فوق هتظهر الحكمة والوصية ومخافة الله في حياتي وفي تصرفاتي. امتى؟ اثناء التجربة واثناء الألم، لما اخد الحكمة بتاعتي من عنده هو. لما تيجي التجربة والألم هعرف اتصرف. ليه؟ لان هو اللي هيخليني اتصرف من خلال وصيته، من خلال مخافته. مش تجيلي التجربة طيب انا هوريه زي ما عمل فيا، انا هعمل واسوي. انا كده اظهرت ايه؟ اظهرت ايه؟ حكمة ايه؟ نفسي انا. لكن فين الحكمة السماوية اللي هنا؟ مش موجودة. لكن الحكمة السماوية هي اللي تبين جوايا مخافة الله وتصرفاتي اثناء الألم والايه؟ والتجربة. مين اللي كان قدر ياخد الحكمة؟ واتقال عنه ان هو احكم الحجرماء في جيله. هو دانيال. دانيال بعد سليمان، لان انا اتكلمت عن سليمان. دانيال في وقتها. دانيال عرف يبين الحكمة اللي خدها من مخافة الله جواه هو والفتية التلاتة. ازاي نمد ايدينا على كل اطياب الملك ومشروباته؟ ازاي؟ انا ما اقدرش اعمل ده. انت هات لنا بس حبة الفول واحنا هناكلهم، مالكش دعوة. طب يا عم كل الاكله دي وخلاص، يعني حبكت، يعني هتلزق، يعني لو ما اكلتش الساعه يعني الصبح بعد الساعه 12 هتلزق، يعني ايه المشكله يا اخي؟ ما تحبكهاش قوي. وكل حاجه ما تحبكهاش، ما تحبكهاش. فين الوصيه؟ راحت الوصيه. فين مخافه الله؟ راحت مخافه الله. راح كل شيء، راح كل شيء. طيب علشان اخد التجربه الحكمه دي اعمل ايه؟ قال لي هنا القديس يعقوب: فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا ايه؟ ولا يعد. فيعمل ايه؟ فهيديه. يعني عاوز يقول لي ايه القديس يعقوب؟ يعني الصلاة هي المفتاح للحل، انك انت لما تسأل تاخد. الصلاة هي المفتاح بتاعت السماء، اللي لما هادي اطلب يعمل ايه؟ اخد كل حاجة. يبقى النقطة الاساسية عندي هنا علشان انال الحكمة ان انا اصلي من اجل الحكمة. اطلب الحكمة باستمرار في صلاتك، اطلب الحكمة باستمرار. لما تدخل في
موضوع معين ويطلب منك انك تتكلم، صلي قبلها بليله وقول له يا رب اديني حكمه ان انا اتكلم وبين وسياق وبين كلمتك من خلال الكلام اللي انت هتحطه على لساني. قل له الكلام ده، مهم قوي انك تطلب الحكمه عشان كمان يكشف لك الامور قدامك. لما تحط الله في كل الامك وكل تجربتك هو يكشف لك حاجات كتير تقدر تتصرف فيها. فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا ايه ولا يعير. النقطه اللي بعديها، ولكن ليطلب بايه؟ بايمان غير مرتاب البتة، لان المرتاب يشبه ايه؟ موجة من البحر تغبطه ايه؟ تغبطه الريح وتدفع. وهنا قال لي ان شرط اساسي ان انا اخد حكمة ان يكون عندي الايه؟ الايمان. عندي الايمان. ايه هو الايمان ده؟ ان حاجه لابد انك تستند عليها، هو عقد ملكيه عندك، عقد شقه عندك، عقد فيلا تحتك، عقد بيت ليك شخصيا. ده العقد ده بيخليك قاعد وانت مستريح ايه نفسيا. ليه؟ لانك انت مؤمن ان مفيش اي حد هيجي يقول لك ايه امشي من هنا. انت مؤمن بده. يبقى النهارده الايمان هو عقد ملكيه ليك، واللي بيطلب بايمان المفروض ما يكونش خايف، المفروض ما يترددش. ليه؟ لانه معاه وثيقه في ايده، لانه معاه عقد في ايده، عقد ملكيه في ايده، ما يخافش. لكن هنا القديس يعقوب بيقول لي ليطلب بايمان غير مرتاب البتة، ما يخافش ما يترددش. يعني ايه ما يترددش؟ اصل اللي بيتردد دوت عين هنا وعين ايه وعين هناك، رجل بتتقدم ورجل بتتاخر، ده انسان ايه متردد. هياخد ازاي؟ مش هياخد حاجه. بيطلب بايمان. بيطلب ازاي بايمان وهو متردد ما بين وما بين لا؟ مره يبص للظروف ومره يبص لربنا، ده متردد. هو صحيح في مسيحيين كده، احنا احيانا مترددين، احنا احيانا بنكون زي بطرس. بطرس كان متردد والموجه جايه عليه، هو متردد هتغرق السفينه هتغرق، يسيب الدنيا كلها ويروح يبص على المسيح يلاقي المسيح ايه نايم، يرجع تاني حبه ميه جم على بطرس. لا لا لا، ايه ده؟ هتصرف ازاي؟ لا مش هينفع، اعمل ايه؟ طيب متردد هنا وهناك، لكن الايمان ينتصر في النهايه. اروح اصحيه. ليه هتصحيه؟ لان هو اللي في ايده الايه؟ في ايده الحل، هو اللي في ايده الحل، هو اللي في ايده الحل في كل الامور. يا بطرس اللي قاعد في وسطنا، هو عنده الحل في كل الامور، هو في ايده الحل. صحي المسيح اللي جواك نايم،
صحيح عشان هو يقدر ينتهل الريح. صحيح ما تترددش لأنه هو المنتصر. يعقوب بيقول الكلام دوت وهو عارف إن في كتير زي بطرس، في كتير زي بطرس ما بياخدوش، حالهم مش ثابت، الريح بتخبطه مرة كده وتخبطه إيه مرة كده. هل الإنسان دوت يظن إنه هياخد حاجة؟ يقول القديس يعقوب يظن ذلك الإنسان إنه ينال شيئا من عند الرب؟ هل يظن ده؟ مش هيظن ده، مش هيلاقي، مش هياخد أي حاجة. المتردد، المتردد هو رجل ذو رأيين، يعني إيه ذو رأيين؟ يعني جواه شخصين، اتنين بيفكروا، ده بيقول حاجة وده بيقول إيه؟ حاجة تانية، ده بيقول حاجة والتاني يقول عكسها، ده بيؤمن والتاني ما إيه؟ لا يؤمن، ده هو ده المتردد، هو ده المتردد، عارفين زي مين؟ زي فرعون. فرعون أثناء الضربات العشر عليه كان متردد بطريقة غير عادية. مرة مع كل ضربة يوافق إنه هو هيطلق شعب بني إسرائيل، ومرة تانية لا 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 نخليهم نثبتهم في مكانهم. وفضل تردد، تردد مين؟ تردد فرعون في الأمر ده. لكن في النهاية فرعون كسب حاجة مع التردد ده؟ لا، خسر كل حاجة هو كمان، ومات في قلب الإيه؟ في قلب البحر. المتردد مش بياخد أي حاجة، بيخسر كتير. وعلشان ما كنش متردد لازم أكتسب قوة من عند الله عشان تخليني ثابت في إيماني، ثابت في إيماني. مهم قوي إن إحنا ما نكونش مترددين في حياتنا أو في قراراتنا، لكن يسبقها إن إحنا نحطها قدام الله ونقول له استنى. هنا قدر يعقوب الرسول إن ينقلني نقلات مختلفة في الرسالة بتاعته عشان أتحمل أي نوع من الألم والتجربة. لازم يكون عندي نمرة واحد صبر، نمرة اثنين عندي حكمة، نمرة ثلاثة إني ما كنش متقلقل في كل إيه آرائي وأعمالي وتصرفاتي. هنقف لغاية كده لأن لسه هيكمل القديس يعقوب إزاي نكون برضو في طريقنا إلى الكمال في وقت التجربة وفي وقت الألم. ولإلهنا كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.